as a noise averaging filter. يعني إذا كان إشارة هنا at n equals 0 I2, I3. إذا كان عندنا إشارة I2, I3, I4, I2, I1 أول واحدة راح تكون 2 هنا فواي ان تساوي 2 over 3 أوكي الآن عندنا 2 الآن عندنا 0 0 plus 0 اللي وراها هاي راح تتحول الى 3 فهاي طبعا كانت 0 فهاي 0 فهاي تتحول الى 2 فهاي تبقى 0 فشو النتيجة هون 3 بواحد زائد 2 يساوي 5 زائد 0 بضم 5 يسمع 3 5 على 3 في نهاية المطاف راح نجمع هذول الثلاثة مع بعض بعدين نجمع هذول مع بعض نجمع هذول مع بعض طلع المعدل نجمع هذول مع بعض طلع المعدل وهكذا فبصفي عندنا noise averaging filter يعني كل ثلاث نقاط هاي وهاي وهاي بتطلع المعدل بعدين هاي وهاي هاي بطلع المعدل بعدين هاي وهاي وهاي نطلع طلع المعدل فالنتيجة نويز نتخلص من النويز فمثلا لو رحنا لمات لعب هون وين ما تلعب هون هسا عندنا هاي عملنا نفس الاشي عندنا سيكونس حطينا السيكونس هون هيها اوكي بعدين عملنا الافرجينج نعمل سيميليشن طبعا تقدر تخرج هاي بتروح على السيرش تطبع الاسامي ديلي او جيم بعدين نعمل سيميليشن خلص وصار عندنا error delay simulate the sample time after propagation is 0.1 enter discrete sample time okay discrete sample time so I have a bash now on one value sample time inherited فندخل واحد positive نشوف نجرب نفس الاشي ومش حالها هون عندنا صفى الاشارة هاي الاشارة الاصلية طاحوا من النود هون هذا النود هاي الاصلية وهذا الافرج اذا جمعنا تطلع السيكونس بهاي الشكل هذا جمعنا هاي هون هاي زائد هاي اوبس ثلاثة زائد ثلاثة زائد كيف صارت هاي إشارة هون ثلاثة بلشنا الصفر بعدين نزلنا الواحد بعدين طلعنا الأربعة أوكي فنجمع كل ثلاث إشارات بطلع المعدل هون
هسه نعمل بنروح على فلترز زي هذا، بس هو الفلتر دخلنا ترانسفير فانكشن، نطلع لفوق نشوف هاي أول واحدة هون، عملنا سيجنال نويز جنريتر، دخلنا الامبليتيود والفريكونسي 10، طبعا هذول تعمل سيتنج تعمل من هون هاي زي اللي على التفاعل خلوي، تعني سيتنج ضبط relative tolerance, absolute tolerance, disable, shape, preservation, disable all, signal threshold, number of circuit of zeros, and setting the simulation. بس حطينا default هون، واخترنا noise generator من التول باكس اللي هو هذا، وحطينا هون noise or this generator شو اسمه؟ signal generator، I mean not noise generator. تطلع لنا نسحب ونحطه هون، بعدين نعمل setting هون، هاي الإشارة amplitude 10 frequency 10 the top of the signal is sine okay or square with the key بعدين عملنا summed with it noise power is 1% 1 over 100 sample time هي هون والسيب طبعا هي هون then شوينا white noise then limited white noise بعدين رحنا على الفلتر هون عملنا فلتر اللي هو 1 1 1 بعدين قسمنا على 3 هون 0.333 ونطلع على الاوتبوت اوف ذا فلتر فور ذا نويز بنروح نعمل سيميليشن هذا الاوتبوت زي اللي عملناه قبل شويه نشوف هون النويز هون signal with noise هون اللي ضفناها والفلتر signal هون اوكي ف تطلع زي هيك هاي نويز كان خفت النويز شوية طبعا الإشارة sinusoidal هسا هذا فلتر بسيط هون هسا عملنا واحد اكثر تعقيد زدنا عدد الارجمنتس او عدد الديلايز زي هون قديش هون 3 بس 1 1 وهون زدناه حوالي 30 بعدين قسمنا على 30 بنشوف كيف تطلع النويز مثلا نعمل سيميليشن بعدين راح نكبس هون فوق اوكي فهاي السيجنال مع نويز وين الماوس يتحرك وهاي السيجنال without noise تلاحظ انها خلصت من النويز هون خلصنا من النويز تقريبا كليا اوكي طبعا نصغر هذا شويه فتبين انه خلصنا من نويز افريجنج فلتر طلع المعدل بس عندنا اكثر من بارامتر طويل شايفه بس هون لازم نختار الصحيح لانه بدنا نعرف كيف نصمم واحد او نعمل واحد فنشوف اذا زدناهم كثير عملنا كاسكيد هون نفس 3 راح الانتجريتي طبعا يعني السيجنال تتدمر لانه هذا الفلتر طويل فلما نعمل زي هيك هاي ترانزيت هاي اللي هو ترانزيت ستيت هاي with noise فهذا السيجنال مش متدمر كليا بس لو زدناهم تختفي الإشارة مثلا لو عملنا كيف
جبنا هذا بدل ما بنستخدم الجنريتر، ثلاثة واحد اثنين ثلاثة فنزيدهم، إذا زدناهم كيف نزيدهم؟ بنروح نكبس هون كابي بيست اوكي دمر هاي هون ونحط هاي هون بدنا امبليفاير طبعا كابي او جيم قصدي نروح نحط هون فنشوف راح نعمل simulation فنعمل كليك على السكوب هذا فنشوف السيجنال شكلها تغيرت شوية صار فيها attenuation ولا لاحظوا شو صار فيها اوكي بس هي smooth أحسن واحد تخلص من النويز شكله هذا أوكي أعلم الترانزيينت هاي الترانزيينت ستيت فهون well you have to make one but طبعا واضح إنه يتخلص من النويز أوكي شكرا نويز أفرجينج فلتر